شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في متابعة أسعار السلع لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها. أضاف مدبولي أن الحكومة حددت مجموعة تشمل 7 سلع استراتيجية لمتابعتها وضبط أسعارها، محذرا من أي ممارسات تستهدف احتكار أو اختفاء هذه السلع. هي كان في هناك خطوة استراتيجية إن احنا نبدأ بمجموعة من السلع الاستراتيجية اللي بتمس حياة المواطن، عشان هي دي تبقى المرحلة الأولى، وبأكد المرحلة الأولى. إيه هي هذه السلع اللي احنا حددناها اللي في قرار رئيس الوزراء اللي صدر اليوم؟ السكر، الرز، زيت الخليط، الطعام، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض. 7 سلع رئيسية احنا نعي تماما انها بتمس حياة المواطن اليومية، وبرضو دي بتؤثر في التضخم اللي بيحصل في الدولة. بموجب هذه ان انا اعلنتها كسلع استراتيجية، بقت بتخضع للمادة 8 في قانون جهاز حماية المستهلك، ان لا يجوز باي صورة من الصور اجراء اي اجراءات او ممارسات احتكارية ولا اخفاء ولا عدم بيع لهذه النوعية من السلع اللي احنا اعلناها. وفي عقوبات واضحة جدا في قانون جهاز حماية المستهلك على هذه الممارسات الغير محمودة اللي ممكن تحصل طالما ان انا اعلنت كرئيس وزراء ان دي سلع استراتيجية. من هذه اللحظة بمجرد اعلان انها سلع استراتيجية، بقى اي اجراء او ممارسة غير محمودة من بغرض الاحتكار او الاخفاء لها عقوبات.